بكم من جديد في فير بلاي، مواصلين حتى الماضي 3:30. نحكيو على مقابلة سوبر كوب البارح بين الترجي والنادي صفاقس، وبطل المقابلة اكيد رغم الهزيمة هو حارس السي اس اس ايمن دحمان. عدى ماتش كبير تقريبا فسخ زوز اهداف، الاولى لطه ياسين الخنيسي والثانية كانت من مخالفة مباشرة من بلال بن ساحة. ايمن كان ايضا عنده مناوشة في الاخر المقابلة مع بعض احباء الترجي اللي كانوا موجودين. شنو صار؟ شنو هو سر المردود المتميز اللي قام به ايمن؟ هذا الكل يحكي عليه ايمن في الحوار الخاص معه. ايمن، ظهر لي البارح رغم الهزيمه نتاع سي اس اس في البينالتيات، ظهر لي عملت انت ماتش كبير وخرجت، ظهر لي لوم دو ماتش واكدت الفورم نتاع السيزون نتاعك نتاع السيزون كامله راني نتاعك انت. واحد عطيتك مع الروح صحيح ما جاتش الكاس هذيا، ان شاء الله نزيدو نخدمو، ان شاء الله نزيدو نصلحو الاخطاء اللي قاعدين نقومو بها. قدامنا ماتش نهار الاربعاء ان شاء الله نكونو حاضرين وربي يجينا في الشوط التالي. شنو ما مشيتش في السي اس اس البارح ايمن؟ يمكن عامل تعب، معناتها ما شفناش مش كامل السي اس اس حتى من الاسبيرونس، معناتها ما شفناش ريتم الجو قوي برشا، معناتها كان نجم الماتش تختلف على لي بولاريتي، معناتها في والي نحن في والي الاسبيرونس ما فماش، معناتها مباراة كبيرة مباراة عادية، الزوز معناتها خايفين من الطارح كيما نقولوا، وسط ضربات الحظ وفقهم هما ربي ان شاء الله احنا في قدم مشواري وفقهم ربي. الماتش كي وصل للبينالتيات الناس الكل خاصة حباء السي اس اس توقعوا كالعادة ايمن باش يمنع السي اس اس وهو باش يهز الفريق للقب. بينالتيات ماكش كالعادة البارح، ما حيتش حتى واحدة، ظهر لي كيف كيف حتى رامي ما نحاش ولا وين. صحيح، معناتها يمكن كونسنتراسيون ضاعت شوية، يمكن حتى حسيت بالاسبيرونس معناتها محضر ياسر في الانتيات، تحس معناتها حضروا برشا ترينا وكان في الانتيات حسيت بهم، لو ان شاء الله يزيد يخدم حاجة باهية اللي انا بالنسبة معناتها في ضربة الجزاء نزيد نراجع روحي نزيد نخدم، معناتها لازم نقف لهنا وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله. انهم تشاتوا الكور الكل تقريبا الفوق، ظهر لي هذايا بعطيك كل ظهر لي بيان تيري تشاتوا، ظهر لي هذايا صعب شويه على الجارديان. اي بيان سير، ما قلت لك انا نرجع نفس الكلام اللي قلته لك، قلت لك معناتها تحسهم محضرين للتيرو بيت نتاعهم، تو ضربات الحظ انا اول حاجه ما نقدرش على عبد الله معناتها اللي ضيع بيان تيري، معناتها اي لاعب يجب يضيع ضربه جزاء، ما حلفناش الحظ ان شاء الله مره اخرى ان شاء الله. الناس الكل دائما تحكي اليوم، ظهر لي انت كنت موجود في الكان اللي فات، اليوم ظهر لي الناس الكل تحكي لي ايمن بلاستو ولات حتى اكثر، معناها يكون جارديان كاتريم جارديان في المنتخب، ظهر لي الناس الكل ولات حتى تحبك انت حتى تلعب اساسي. انا عليا معناتها نخدم على روحي، معايا حراس كبار كما عز كما فاروق نتعلم منهم، معناتها نخدم على روحي واللي تيجي ان شاء الله نكون حاضر ان شاء الله. في اخر سؤال دائما، في اخر الماتش شفنا كل مناقشة مع جمهور الترجي، شنو صار بالضبط؟ دي كل جمهور الترجي، جمهور الترجي ما نعرفش علاش موجود غاديك، ما نعرفش، معناتها انا واحد من الناس عباد تسب في الام وتو ربي يهدي كما يقولوا. تقلقوا شويه خاطر عملت ماتش باهي زعما هكا. ما انا ريتني قلت لك معناتها جمهور الترجي شي يعمل غالي، انت قلت لي جمهور الترجي ماتش ويكلو ماتش ما غير بدون حضور جمهور، ما نعرفش انت قلت لي جمهور الترجي قلت لي صحيح. غدوة عندكم بون الاربعاء عندكم ماتش مهم في الكاس، جمهور السي اس اس يحب لقب السنه ان شاء الله بيان سير، انا بس مش يحب لازم ديما لقب سي اس اس، تعيش على الالقاب سي اس اس نادي كبير مفروض علينا نهز بالقاب، ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله. يعطيك الصحة أيمن، شكرا لك وبالتوفيق ان شاء الله. يعيشك يعيش خويا. دونك كان هذا حارس السي اس اس أيمن دحمان، ماتش كبير أكيد عداه البارح أيمن وفورمة كبيرة خاصة في المقابلات الأخرى لكل أيمن دحمان الحارس الشاب للنادي صفاقس وللمنتخب التونسي. بعد شوية ناخذوا أيضا سامح الدربالي يحكي على تتويج ترجي باللقب الخامس، ابقوا معنا تابعونا، مازلنا مواصلين حتى لما تجي 3:30 نتاع العشية.